دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. النهاردة معانا مجموعة من أهم الأخبار، منها أهم الماتشات اللي هتتلعب في افتتاح دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، وأخبار تانية كتير هنشوفها مع بعض في التقرير الآن. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية هتعقد اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، وده للتحضير لأعمال الدورة العادية 58 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي. النهاردة قطاع الفنون التشكيلية هيفتتح معرض بعنوان وجوه من البازلت للفنان محمود مختار. المعرض بيحتوي على 22 قطعة حجرية أغلبها من البازلت بالإضافة للجرانيت والرخام المصري. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الدور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، هيلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع بايرن ميونخ الألماني الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي AC ميلان الإيطالي مع توتنهام الإنجليزي.